كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي عن بحث تحالف المحور الوطني بديلا عن وزيرة التربية شيماء الحيالي بعد كشف علاقة أسرتها بالانتماء لداعش الإرهابي، مشيرا إلى أن الحيالي لن تتمكن من ترديد اليمين الدستوري. وأوضح البلداوي أن الأجهزة الأمنية والرقابية ورئيس الحكومة يتحملون اختيار أي اسم مشتبه بتورطه في داعش ضمن الحكومة.